هلا، السلام عليكم، كيف الحال؟ هذه أول مرة أنا أتكلم بالإنجليزي بالعربي رياكت ودحين ليل كمان وظلام غرفة، بس الكاميرا مطلعتني يعني أنا مشغل لمبات، فأنا ما أعرف كيف راح يكون لأنه هي أول مرة، يعني ممكن يكون مو 100%، لكن اللي قبل كله انجليزي، انا كنت قاعد اتدرب اسوي الاشياء الرياكت ومن ريدي، ف يا اليوم نو انجلش يكون عربي بالكامل، بشوف كيف ممكن احول كله عربي الصراحة اريح لي. ف ايه، ف معلش اذا كان الكاميرا شوية ولا رياكت يكون شوية 100%، لأنه آخر الليل ونسيت أنا إنه حلقة نزلت حتى كمان. اليوتيوب هيكون ما في صوت، لكن إذا تبغى الصوت وكله موجود في الديسكريبشن، تضغط اللينك وتحصل الحلقة بكل شيء وتفرج عليها بالصوت وكل، إنه يوتيوب ما يسمح الصوت وكده. أوكي، راح أبدأ من هنا عشان أفتكر صراحة نسيت والله. صح، مسك يده. شو الصراحة هنا ما حزنت مرة كتير اللي فاتت، لأنه عارف إنه أرجع في الزمن. كويس انه ما ضربه في راسه. كويس انه اداله فرصة. اصبر، اذا تاكيميتشي مات في ذات زمن، هل يرجع في الماضي ولا انسيت؟ لا، ولا لازم يسوي زي كده؟ اوكي، كل شخص ما روح يدور عليه. ايش بيسوي هو؟ دحين استوعبت، ما يقدر يروح المستقبل. يعني لما رجع شكله مات على طول. يعني ما عنده فرصة يرجع. أك. اوكي، مسكت نفسي انا. اوكي، اشوف.
خليني أبكي يا أخي. بس ما عنده فرصة غير واحدة. كيف؟ هنا؟ وات؟ No. Yeah. يعني هي تدري عنك عن كل شيء، يعني اثنين يدروا على الأقل. هي تستحق انها تدري صراحة. تفتكر كم مرة هي تستغرب ايش بو تغير وشو شيء تاني، ارجع بقرة بين يرجع زكي فتستحق انها تدري. في شيء دخل في عيني. اوكي رمش. هي تغير فيوتشر برضو. لا ان شاء الله يكون مره يقول كذا وقيت لطش ونضرب. تخيل لو كان هذاك اللي شعره ابيض هو اللي يروح للماضي والمستقبل. مو كيساكي. والله ترى ممكن يسووها انه يطلع في الاخير انه كيساكي مو هو اللي بيروح للماضي والمستقبل، شخص تاني هو اللي بيقول له ايش يسوي ايش ما تسوي مدري ايه. ويكون زي ما قال تاكيميشي، قال لي شي فيو فزي كده. ركن هذا. هذا جدو. ولكنه رئيس عصابة. يعني عجبني زي كده، لما يكون في شيء تحبه لا تخلى منه حتى لو كبرت. ما
ما مصلح انت كبير ولا ولا عاد. رتب نفسه ايش قال؟ آه ثواني بس بتأكد من ال في مرة ما تكت من وبيش شغلت الريكورد وخرب كله على بعض عشان نسيت شيء واحد. هاي كويس هاي آه ومرة يجينا هو اوه ليه انا مره حزين تفتكر يوم ما مات اخو بديك الحادثه زمان هذيك كان اول ما بديت اسوي رياكشن بس بالانجليزي لو تبي تشوفها الله مره بكيت صراحه ذيك الحادثه بالانجليزي مرة نظيفة ايه دولاب اي صح السبتايتل الانجليزي ما ادري اذا هذه مشكلة ولا مو مشكلة انا عندي مو مشكلة اذا عنده مشكلة اقول لا خلاص تفرجت الحلقة كذا باين ادري هو صح طيب عليه والله كاميرا تفشلني والله المسلسل فيه مواقف كثيرة قتلتني الصراحة افتكر لما يجي بيعطي مايكي اكل اكل وعمق هذيك الحلقة انا مو ضحك اوه
هنا خلاص ما هو بس ما اخذ قال انها متصلة ها احنا قاعدين نلعب مع بعض كل واحد ولا ايه؟ ايش عندك؟ ها؟ كيف؟ طب مايكي شينش في هو اخوه متضايع ذاك ولا ايه؟ Alas, used to be had an older. دحين مين أبو مين مين أم مين؟ يعني هي من أبوه ولا من أم؟ أوكي أنا مضيع. بس الاثنين كلهم يعني بس الفرق بينهم ممكن هذا من أبو تاني ولا أو من أم تاني. عش أبو تاني. ايه الاب واحد كلهم ابو واحد بس يمكن ام تاني. عشان كده دائما كنت مستغرب شعر مختلف في اللون شوية عن مايك. اخو الكبير في صورة كمان. عادي قروها. اصبر هذه رسالة من هو ايزور لشينش.
ومين اخده؟ ايه بس راح اتكلم مع قيت لي هو ما قال له انا قلت عادي في الحاجات اللي فاتت صراحه. شوفيه بعد ما ديري بعد ما تاكيميشي قال له عن كل شيء وهو يقدر يروح المستقبل الماضي ومدري ايه. شوفيه ما شاء الله ذكي والله. احسه لو هو كان مكان تاكيميشي كان حل اشياء كتير صراحه. والله والله صراحه بدي انا عاجبني مره شوفيه من موسمين تفكيره وايش اللي يقوله ويقول ايش يسوي مدري. احسه والله مناسب بس يلا ما عليك. انا اوكي معليش ماشي ما هو قصدي. اي جمله والله مره توجع لما قالها على طول انا تسهرت والله. هو ميد يوز اوف هيز هيت تيت يجيب مسدس يعني اخيرا.
صادق. انا احس والله هذول اغلبهم كان مفروض ماتوا من زمان. حتى تاكيميتشي لعب لا انصقعوا بكم 500 بوكس جمجمتهم مصنوعة من حجر زي ون بيس. لا لا امزح ان شاء الله ما حد يشوف الجملة. لا لا والله ما ادري ان شاء الله ما حد يلاحظ اللي قلته. أنا نفسي تاكيميتشي يتعلم يتضارب هو ده بس. كل مرة نشوفه هذا بس دائما مغطي وشه. أب يا إيش هذا؟ أوه ليه هو عنده بس هذا عنده ما عليكم ما يموت تاكيميتشي انضرب من بروك ليسنر هذاك بشعر ازرق. ها إيز كيف إيش هو هتقول لي كيساكي يطلع له دحين ايه هذولا تجيبوا كذا الضايع هاي هذا اخر شيء يا الصراحه المسلسل هذا ما قدرت حتى ابدا اني اتخيل ايش ممكن تكون الحلقه الجايه. كل مره شيء يختلف اجي والله جاهزين يخش حرب يجي احد يسوي شيء ثاني ويصير عكس مرة صعب صعب. ان شاء الله كأول رياكشن كلام فيه عربي كده ان شاء الله يكون مهو صراحة هذه صراحة انا اول ريكورد حتى كان يعني ما يعني عملت كم ريكورد وعدت ومدري قلت يلا بس عربي وخلاص شو هو صعب بس عشان خبرة احتاج اعيد مليون مرة المرة الاول ما شاء الله يعني كويس زي الستريم. طيب إذا تبغى الصوت الحلقة وكله موجود في الديسكريبشن غير كده شكرا للمشاهدة هذا بالجيزة أنا أقولها زي كده شكرا لوجودكم هنا وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية.
إذا بضيف أشياء ما أعتقد، بس إنه هنا دري التحين ودرينا إنه هداك أخوه إيه يعني، غير كده أعلم إيش عايسوه دحين، كمان يطلع هذا خاين كمان يضرب تكلشي بالزيادة وكيساكي يدخل صعب صعب بس إن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية. باي، مع السلامة.